دار والو، جاي هنا ياكل بعويده سطق، غادي سطق واحد داوود الباطيمه هنا، حنا ما عرفناش ولد الباطيمه هنايا، عنده جبنيات، هادشي خويا حط الروح ولات بحالنا بحال الدبانه، المخزن خدام معانا، ويني هادشي اللي طلع دابا راه ولي خطو في البلاصه، بحال دابا الدريم تكنش وقع عنده، نسيبي خلى الجبنيات. حرفته المهنه ديالو عنده طاكسي هذا خدا كان مع خدار بنتي ولا دار طاكسي حيد من هاد الزوقه ديال الخدار ما بقاش بغاها حيت عارف فيها الرواح هنايا ودابا خويا هو مشدود دابا انت مشى الروضه دابا المخزن خاصو يدير معنا حل بحال دابا الدواء هو مسكين طاح لوالديه دابا شنو دابا هما هزوا دابا هو ضربوه هرب المخزن خدام معنا دابا خاص مجوج عنده جبنيات راجل بنتي مول الطاكسي عنده جبنيات لا واقيلا خويا هذا موقع محاكم بسم الله ما مجوجش لا الخلاف شنو الخلاف انا خويا ما حاضر دابا قال لي تعالي راه اجري من بلاصتي من القيصاريه حنا بغينا ناخذ حقنا ديال هذا السيد ونسيب بنتي راجل بنتي حتى ناخذ حقنا بيدينا ما كانش عندهم شي خلاف قبل ولا شي حاجه حتى هذا خويا ما عرفتش خويا انا ما عرفتش انا غير من بلاصتي بقى فيا انا الحال على راجل بنتي تا هزو موتهم ضربوه هزو موتو. ومول فاش مضاربات هنايا في هاد البلاصة هادي، بلاصة سلمية. هاد البلاصة سلمية وين خويا داخل الله يعلم، المهم راجل بنتي مابقاش معاهم هنايا، وهاد السيد الله عمرها دار، هادشي اللي غنقولو فهاد السيد الله يرحمه ويستر عليه. شنو كطالبوا دابا؟ نطالبوا خويا هادشي اللي مابقاش معقول ولا بنادم ولا يموت بحال الدبانة. وماشي حق هذا ماشي حق هاد السيد ولا، خاص يدير لي شي حل، خاص كيمت تقتل تقتل تا هو في البلاصة. هذا ماشي حل هذا خويا ولا خويا الله يرحمك راه خويا خلي جبنيات راه خلي جبنيات راه خلي جبنيات اخويا كاين القانون الله عز وجل راه خلينا المخزن ديالنا وين انا خويا ما كنهزرش على السوق ماشي سوقي في السوق انايا اخويا المخزن خدام معانا كيدير مجهوده عاش الملك عاش الملك انا خويا نسيب ضاع لي خلي جبنيات راه ضحت ها هي مرتي جايه دابا هي جايه عيط لي جايه نصيحه للشباب باش ما يبقاوش يضربوا على والو اش تقولي لهم؟ وخويا الله يهديهم اييه كنطالبوا الله يهديهم عاش الملك ومن المخزن خدام معانا هادشي اللي كان هو خويا الوالدين ما خصوش يدير بحالكم حنا وقعت جريمه اخرى هنا في مول البيت هادي حتى هي ما حضرتش ليها انا ولد هنا ولكن بحال هادشي ما كنطلب الله نهار الخيب نتا بغيب ما نحضروش لهادشي لا ولا كنترزق الله في حي عادي انا ولد الحي ولكن دابا غير جيت سمعت هاد الحادث هذا راه بقى فينا هاد المشكله ما كنبغيوش انسان بحالك كنبغي الانسان يكون بخير ويترزق الله ويقلب على رزقه وهاد الشيء اللي كيديروا بيد الناس ولا حول ولا قوه الا بالله الا العظيم والسلام عليكم اخويا ما نكذبش عليك شحال من عام المهم التقدى ديالنا فين تضرب الا شي بلاصه خير شي بلاصه ما نكذبش عليك نقول لك فين ما حاضرش نصيحه لا دابا انا في الخامس مش حاضر في عام 2020 الشباب